فله آراء في مجال التفسير وفي مجال الفقه، ولناخذ في مجال التفسير نموذجا واحدا فقط، فهو يرى أن جنة الخلد التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها آدم وحواء عليهم السلام لم تخلق، وإن كان جمهور أصحابنا يرون أن الجنة والنار الآن هما مخلوقتان، ولكن هذا الرأي الذي ربما في الصدر الأول من الإسلام الحنيف تفرد به هذا الشيخ وتبعه فيما بعد من علمائنا المشارقة، من علمائنا المغاربة أبو سهل الفارسي، ومن علمائنا المشارقة ابن أبي نبهان رحمهم الله تعالى. ولندع الكلام الآن لشيخنا بدر الدين حفظه الله تعالى ليغوص في أعماق هذه المسألة، فهو يقول أن الجنة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها آدم وحواء عليهم السلام بتبوئهما ثم أخرج منها بعد ذلك، بعد أن وقع ما وقع من تسويل الشيطان لهما أن يأكلا من الشجرة، لأن جنة الخلد لا يخرج عنها من تبوأها، ولعل هذا الرأي لم يسبق إليه من قبل أحد علماء المذهب، وكان يرى كما قلت من قبل أن جنة الخلد لم تخلق بعد، لأن الله تبارك وتعالى وعد أن تكون تلك الجنة جنة الخلد في نفس الوقت، فالله سبحانه وتعالى قد حكم على كل شيء بالفناء، كل من عليها فان، فكل هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى سيتلاشى، فلو أن جنة الخلد كانت مخلوقة لصدق عليها ذلك، وهو يتنافى مع ما طبعه الله سبحانه وتعالى من الخلد، فإذا هذه الجنة ستخلق فيما بعد. واستشهد العلامة أبو المؤثر رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل أعدت للمتقين، وقوله سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فإن دلالة الآية قوله سبحانه وتعالى قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا نطيل كثيرا في هذه المسألة لأنها أكثر من خمس صفحات. والإمام السالمي رحمه الله تعالى ممن يقول بخلق الجنة والنار، فهو قد ذهب في مشارقه وأكد ذلك بقوله والخلف هل قد خلق وهو الأصح، والخلف هل قد خلق وهو الأصح أم يخلقان بعدما الفن اتضح، والوقف عن تعييننا ذاك المحل أولى بنا إذ لا دليل ثم دل، وعدم التعيين ليس يقدح في قولنا إن الوجود أرجح. هذا ما ذهب إليه الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى.